ياهو جابني هنا يا ناس، احد انقذني يا جماعه. هلا والله، وش ذا الزين، وش ذا العيون، وش ذا الجسم اللي يفتح النفس يا بعد عمري. على فكره ترى انا اللي مربط نفسي، قاعد اتعلم حركات سحريه كذا وجديده، واوعدك راح اقطع الحديد هذا وانقذ حياتك يا بعد عمري. ما يحتاج تنقذ حياتي لاني انا اللي خطفتك. زين ما اخترتي والله. طيب ممكن تسمحي لي بس انجز المحكمه دي اللي في عليشه، اطلق زوجتي وارجع وتسرين حلالي على سنه الله ورسوله. ما يحتاج، انا ما خطفتك عشان اتزوجك. الله بيهديك، الله بيهديك، ترى الزواج زين تكمل نص دينك. اقول خل عنك هالكلام، ورانا شغل حنا. انا عارف يا عمري ان ورانا شغل كثير، بعدين ترى الشرع محل الاربعه. قلت لك اسكت. سم سم والله قسم بالله بسكت. وش تبين امري؟ بعد الاعلان بعلمك سالفتك طويله انت. اللاعب اذا نسى كسراته نخليه ينزل ملعب وينصاب؟ لا، لازم تحرك مخك وتفكر بالحلول. فكر حلول مجزية استثنائية. الكرتون يقوم مقام الكسارات. يعني انت ممكن تستغني عن الكسارات، ما هي ضرورية نهائيا. يعني اذا كان طلعت المدرج جبت الكرتون يا سلام اريح لك. بعدين احنا خلونا ندخل في الدرس العملي الثاني. الدرس العملي الثاني يقول لك اذا احتسبت تسلل واحتج الجمهور. ركزوا معي. الحمد لله يعني اليوم ترى ما اخطيت واجد انا زي باقي الحكام، ترى كلها تسللين وكرت تدخلت فيه وذا. يعني ترى الحكم حكمنا مرتبك، ولا انا والله قلت لك كرت ولا ما ادري، ترى ما انتبه، هو اللي حسب يعني. والحمد لله على شوف الحمد لله، وزي ما انت شايف يعني شوف الحمد لله الحب الجمهور للحكم. يعني اول مره تصير على حكم سعودي كلهم يبون يصورون معك. دقيقه دقيقه، ايه سيلفي سيلفي فيها.